يا مساء الخيرات حبايبي ومتابعيني، اليوم أنا وإنتو رح نكون في المملكة المتحدة، رح نسمع تفاصيل مؤلمة مثيرة لأن الضحية فيها هي فتاة شابة، لكن كالعادة بعد الفاصل لا تفوتوها أبدا. نسمع. ورح نبدأ بالتعرف على هالفتاة الجميلة الموجودة أمامنا اللي اسمها فينيكس نيتس، عمرها 28 عام. هلا المفروض هي من منطقة كرايدن، لكن حاليا تعيش في بيرمنغهام بعد ما دخلت في مجموعة كبيرة من المشاكل المالية والأخرى. فينيكس الجميلة واللي كان عندها أحلام بأنه يوما ما هي تصير مسعفة دخلت على الجامعة بدأت دراستها، إلا أنه زي ما حكيت بدأت تواجه بعض المشاكل. هلأ للأسف الشديد اختارت أنه تحل هاي المشاكل عن طريق تعاطي المخدرات. يقال أيضا أنه هي بدأت تعاني من بعض المشاكل الصحية، بدأت بأنه تأخذ بتعرفوا المسكنات، تطورت الأمور لحد ما وصلت مرحلة صار صعب عليها السيطرة عليها. في النهاية بتترك الجامعة بتروح على منطقة بيرمنغهام بتعيش في واحد من الملاجئ. في هالملجأ واللي يخص السيدات اللي بيتعثروا اللي عندهم مشاكل، بتتعرف على فتاة من جامايكا كان اسمها غاريسا كونيتا جوردن، المفروض انه هي ايضا تعيش في الغرفة المجاورة لفينيكس، وبتبدأ علاقة صداقة بين فينيكس وغراسيا اللي عمرها 27 عام. لكن يبدو أنه هالبنت اللي هي غراسيا عندها خطط أخرى، في مصادر بتحكي أنه هي مش بنت، هي متحولة، بتبدأ تتحرش بهالفتاة الجميلة واللطيفة. طبعا فينيكس ما عندها هاي التوجهات أبدا، بترفض الموضوع في أكثر من مرة. في شهر فبروري من العام 2020 فينيكس بتبدأ تعبر عن معاناتها مع هالفتاة اللي هي غراسيا داخل السكن، بتبدأ تبعت مسجات لصديقاتها تحكي لهم بأنه في فتاة بتحاول أنه تتحرش فيها، تعتدي عليها، وأنه هي غير قادرة على التعامل معها أبدا. وبتكمل فينيكس من خلال مسجاتها أنه في البداية كانت تصدها تمشي الأمور، حاليا بدأت هي تتطور تتحول لإنسانة عنيفة جدا. تبدأ لما ترفض هاي البنت اللي هي فينيكس هالعلاقة المشوهة، بتعرفوا كيف تكسر، تعصب، تحاول أنه تعتدي عليها. وبتاريخ 7 ابريل فينيكس بتبعت رسالة نصية بتحكي فيها انه خلاص هي ما عادت تتحمل ابدا، وانه يعني محاولات هالبنت ما زالت مستمرة، بالتالي هي مضطرة انه تغادر هالملجأ وترجع على لندن. المفروض بهاي الفترة هي بدأت تجهز أمورها على أساس تغادر السكن ترجع على والدها ووالدتها، وما بعرف ليش تأخرت كل هاي الفترة. أول ما تحسي حالك بخطر على طول غادري المكان، ما في مجال للانتظار والتفكير وتحلل الأمور وتسهليها، على طول غادري المكان. وهنا بتذكر قصة لواحدة من الزميلات كانت مضطرة أنه تروح تراجع في الإمارات حتى تصدق مجموعة من الأوراق عائلتها، خلاص تركوا الإمارات. بدأت تبحث عن سكن، أفراد عائلتها طبعا بحثوا لها، في النهاية وجدوا سكن في دبي مع مجموعة من الفتيات ومكتوب سكن محترم وهالتفاصيل اللطيفة. أول ما تنزل البنت من المطار تدخل على السكن، واضح أنه الوضع مشبوه ومشبوه جداً.
بتمضي هاي الليلة سهرانة ما بتنام ثانية واحدة. في صباح اليوم التالي مباشرة بتغادر السكن على فندق. لازم الإنسان يكون حذر يا جماعة، إحنا في أوقات عصيبة وبتخوف فعلا. على كل الأحوال المفروض إنه فينيكس بتجهز حالها حتى تغادر، لكن إحنا بنحكي عن فترة الكورونا والظروف غير العادية اللي صارت. كان ممنوع التجول، الحركة، يبدو إنه هي أجلت الأمور بسبب هاي الظروف. بتاريخ 16 أبريل من العام 2020 هي بترن على أحد الأصدقاء، هو ما بيرد، بيرجع فترة ما بعد الظهر يحاول يتواصل معها، ما في أي رد منها نهائيا. بنوصل ل12 مايو، يعني بنحكي تقريبا عن شهر كامل. بتبدأ مجموعة من الاتصالات توصل لرجال الشرطة، بيخبروا عن سيارة مشبوهة، بتعرفوا كانت فترة إغلاقات، هالسيارة موجودة في مكان معزول في منطقة The Forest of Dean، وكمان بتتحرك بطريقة غير عادية. الآن رجال الشرطة بيوصلوا لصاحب السيارة، بيبدوا يتحدثوا معه، بيحكي لهم إنه هو كان في انتظار أحد الأصدقاء، بينبهوه إنه هي فترة إغلاقات وما بصير يكون موجود في الشارع، بغادر المكان. بيرجعوا مجموعة أخرى من الضباط، بينتبهوا على جانب الطريق في حقائب وضعها غير عادي أبدا، وفي مكان لا يبعد عن المكان اللي كانت فيه السيارة. بينتبهوا وكأنه سائق هالسيارة بحوم في المكان اللي هو قريب على الحقائب. بعد فترة قصيرة في فتاة بتكون موجودة في المكان بالقرب من هاي الحقائب، بتحاول إنه تحملها تخفيها، واضح إنه وضعها غير عادي. وأكيد طبعا تعرفتوا عليها، مين هي هاي الفتاة؟ فعلا هي الصديقة اللي هي جاريسا، واللي موجود في الحقائب أكيد كمان عرفتوا للأسف الشديد هي صديقتها فينيكس. ما تتخيلوا شو بتعمل محاولات من انه تمنع رجال الشرطة من انه يفتشوها. طبعا هم متوقعين مخدرات، اشياء مسروقة، وما خطر على بالهم الشيء المخيف الموجود داخل هالحقيبتين. في النهاية بيفتحهم واحد من رجال الشرطة، على طول هيك بيصدر صوت غريب من الفجعة لما شاف هالشيء اللي داخل الحقائب. هي بقايا بشرية وواضح انه هي محترقة. بتعرفوا شو بتكون ردة فعلها؟ انه انا كنت ما بدي اياك تشوف هالمنظر، لكن انت مصر. وطبعا هي بتعتذر لرجال الشرطة عن الألم اللي سببته لهم بسبب هالمنظر اللي موجود داخل الحقيبة، هو الجذع، وواضح انه تم اشعال النيران فيه. الآن وين بقية الجثة؟ مباشرة طبعا بتم اعتقالها لجاريسا، بالإضافة لسائق التاكسي، بيبدوا يحققوا معهم. بيبدوا أيضا عملية بحث ضخمة في هاي الغابات والأماكن القريبة من مكان العثور على السيارة على بقايا الجثة. وبالعادة في عمليات البحث اللي زي هيك بيستخدموا كلاب مدربة، بالاستعانة بهاي الكلاب أخيرا بتم العثور على مكان واضح جدا إنه هو تم فيه عملية حرق الجثة. أيضا بتم العثور على آثار وكأنه مخيم كان في المكان. بيستخدموا طائرات هليكوبتر، العديد من رجال الشرطة بيشارك في عمليات البحث، إلا أنه ما بيتم العثور على بقايا الجثة. على كل الأحوال بيروحوا بيسألوها لجاريسا، بتعترف مين هو أو مين هي الجثة، لمين هي الجثة. بتحكي لهم أنه هي تخص
فينيكس، ومن خلال فحوصات الدي ان ايه بيتم التأكد انه هالبقايا تعود لفينيكس مباشرة بروحه على الغرفة اللي تخصها في الملجأ، وبيتم التأكد انه في اثار دماء موجودة. اثار الدماء بيتم العثور عليها في منطقة الليفينج اريا، المطبخ، الشاور. على كل الاحوال الان بيتجهوا نحو الشخص واللي هو السائق. اول شيء بيحكي انه هو ما عنده فكرة ابدا شو هي كانت تعمل. في البداية بيعملوه على انه هو شريك في الجريمة، لكن بعد فترة بيتم التأكد انه ممكن يكون هو ما له علاقة فيها، ولو اني اشك تماما. هو بيدعي انه ما بيعرف شو كانت تعمل. على كل الاحوال هم بيسقطوا جميع التهم ضده. والآن خلينا نسمع اللي صار بتاريخ 16 إبريل من العام 2020. غارسيا بتدخل على غرفة فينيكس وهي تحمل سكين. مباشرة بتتوجه نحو فينيكس وبتبدأ تطعن فيها في منطقة الصدر 4 طعنات قوية. هلأ في سيدة موجودة في هالملجأ بتحكي انه هي سمعت صراخ سيدة بتنادي وبتحاول الحصول على المساعدة، لكن احنا احيانا بنحاول نخفف الامور وعادي ما في شيء. ما بعرف، المفروض انه هي راحت وشيكت، مع انه خطر كمان انه تروح وتشيك مع هالمجنونة اللي امامنا. بحسب تقرير الطبيب الشرعي فهاي البنت ما ماتت من الطعنات مباشرة، هي ماتت بعد عدة ساعات. يمكن لو تدخلت هاي الجارة او الزميلة في السكن كان الموضوع مختلف. على كل الأحوال خلال هاي الفترة المفروض غارسيا رجعت فكرت، حست إنه الشيء اللي عملته خطأ، تواصلت مع رجال الشرطة الإسعاف، لكن هي ما عملت هالشيء أبدا. والآن بعد ما هي انتهت من مهمتها أمامها مهمة أخرى واللي هي التخلص من الجثة. من خلال كاميرات المراقبة بتم رصدها وهي بتشتري مواد التنظيف. أيضا واضح إنه هي تحمل حقائب. أيضا من خلال تتبع نشاطها على الإنترنت بتم التأكد إنه هي اشترت منشار دائري بقيمة 45 باوند. المفروض إنه اللي باع هالمنشار هو اللي وصله على البيت بتاريخ 17 إبريل. بعد هيك بتكمل مهمتها اللئيمة، بتقطع صديقتها إلى 6 أجزاء. بعدين بتبدأ تروح على هالغابة وتحاول إنه تحرق هاي الأجزاء وتتخلص منها. وطبعا كل تحركاتها مرصودة من خلال كاميرات المراقبة، وما أكثرها الآن في كل مكان. دبي حتى ممرات البنايات موجودة هاي الكاميرات. على كل الأحوال بتاخد هالحقيبتين بتخبيهم في مقبرة موجودة في المكان، بتعمل مخيم وبتبدأ تحرق فيها الأجزاء على مراحل. وأكيد الآن بيخطر على بالكم، طيب وين أفراد عائلتها؟ ليش ما حاولوا يتواصلوا معها؟ هاي اللئيمة اللي هي غارسيا أخذت جهاز الهاتف اللي يخصها، بدأت تتواصل مع أفراد العائلة والأصدقاء من خلال جهاز الهاتف، مسجات ما حد عارف مين بيكتب. بتتواصل مع والدها، مع والدتها لفينيكس، لا وكمان بتتواصل مع سيدات كانوا موجودين معهم في الملجأ، بتطمنهم من انه هي خلاص غادرت المكان، شغالة على الجهتين. غارسيا بتستخدم جهاز الهاتف اللي يخص فينيكس في عمليات بحث غريبة. من ضمن الامور اللي بتبحث فيها انه ليش بتم القبض على قتلة او القتلة. موضوع اخر بتبحث فيه، هل ممكن شخص بعد ما نطعنه ويموت يرجع ويعيش؟ أيضا من ضمن الأمور الغريبة اللي تبحث فيها إنه هل ممكن حرق جثة باستخدام مادة البترول؟ وكيف أعالج رئة مثقوبة؟ ما بعرف شو كان في بالها هاي البنت، أو حتى كيف أعالج نزيف داخلي. تخيلوا المكر، بتلجأ لبعض التطبيقات اللي من خلالها ممكن نغير الصوت نخليه قريب من أصوات بعض الأشخاص. بتبدأ تبعت مسجات صوتية لأفراد العائلة تطمنهم إنه هي بخير حتى ما يبدو عملية بحث عنها.
لحد ما هي طبعا تنهي مهمتها حرق الجثة وإخفائها. أيضا بتعمل إيميل بتدعي أنه هي فينيكس، بتبدأ تتواصل مع أفراد العائلة والأصدقاء. هلا لما يفتشوا غرفتها بتم العثور على المنشار اللي المفروض هي استخدمته في تنفيذ عملية التقطيع. للأسف أيضا داخل غرفتها بتم العثور على نوتات كاتبة بالتفصيل خطتها، شو راح تعمل، كيف راح تخفي الجثة وكل هاي الأمور. رجال الشرطة بيحكوا لولا هالاتصال اللي عمله أحد الأشخاص كان ما تم العثور على الجثة أبدا. هلا أكيد بيخطر على بالكم، طيب ليش هي حاطة هالبقايا داخل الحقائب؟ لأنه هي ما وصلت للنتيجة اللي بدها إياها. هي كانت مفكرة إنه في النهاية رح تتحول لرماد. لما ما تحولت لرماد وضعتها داخل هالحقائب وبدت تفكر في طريقة أخرى لإخفائها. وخليني أنبه هون أنه بعض المصادر بتحكي أنه تم العثور على بقايا الجثة، مصادر أخرى بتحكي أبدا ما تم العثور عليها. الآن بتبدأ محاكماتها بتاريخ 4 مايو من العام 2021. هي وجدت مذنبة وحكم عليها بالسجن مدى الحياة، تمضي منهم مينيمم 23 عام زائد 6 شهور داخل السجن. ليش 6 شهور؟ ما بنعرف. هلا خاطر عبالي أعطيكم تصريحات الوالد والوالدة بعد حدوث هاي الجريمة وصدور الحكم. الوالد واللي اسمه مارك بيحكي إنه هو في ألم مستمر، بيكمل إنه حياته بعد هالجريمة اللي صارت خلاص وكأنها انتهت. ما بعرف، بيخطر على بالي سؤال يا مارك، طيب وين كنت بنتك موجودة في ملجأ؟ ليش ما كانت بنتك في حضنك مثلا؟ الصراحة يعني سؤال منطقي، ما بعرف إذا بتأيدوني أو لا. هلا الوالدة أيضا اللي اسمها ساسكيا بتعمل تصريح بتحكي فيها إنه حياتها تدمرت للأبد وإنه هي داخلها فراغ رح يعيش معها بقية عمرها. نفس السؤال بسألك إياه يا ماما، وين كنتي عن هالبنت اللي عمرها 28 عام؟ يقال إنه غاريسا إجت على المملكة المتحدة لما كان عمرها 7 سنوات، عاشت لفترة مع واحدة من خالاتها أو عماتها لحد ما وصلت والدتها. هلا شخصوها بعدة مشاكل عقلية أو ذهنية، لكن ما بعرف إذا كل هالتخطيط وعندها كل هاي المشاكل كيف لو ما كانت عندها. وهيك بتنتهي قصتنا لليوم. بس بدي أحكي ملاحظة مهمة جدا، أنه خلال المحاكمات محامي الدفاع حاول يحكي بطريقة أنه هي نمط حياتها، الأمراض اللي تعاني منها في النهاية كان لها دور في تشكيل شخصيتها. هي كانت في علاقة مع أحد الرجال وأجبرها على العمل في مجال الدعارة، لكن في النهاية الجريمة غير مبررة. إلى اللقاء.